صبيحة يوم العيد توجهنا إلى المسجد القريب لمنطقتنا، والحمد لله أن الصلاة كانت فيه قائمة بخلاف عدد من المساجد التي ألغيت فيها صلاة العيد بسبب جائحة كورونا. بعد الصلاة ونسبة لشدة حرارة الجو، الأطفال بقوا في المسجد ووزعت عليهم الحلويات والآيس كريم، والحمد لله قابلت عدد من الأخوات والصديقات وتبادلنا تهاني العيد. ورنا الحنة بتاعتكم. المسجد الذي صلينا فيه صلاة العيد تمت توسعته مؤخرا، يعني هذا الجزء الخاص بالسيدات جزء جديد لأول مرة تقام فيه الصلاة، والحمد لله أنه جالية المسلمة عموما في هذه المنطقة مترابطين ومتعاورين ومهتمين بإعمار المساجد وافتتاح مساجد جديدة، فجزاهم الله خير. يعني وفي المساء مع اعتدال درجات الحرارة وإنه يعني الجو بقى أبرد شوية، خرجنا جميعا، خرج الأطفال للعب بما يعرف به الياباني بالسينكو هانابي، اللي هو عبارة عن ألعاب نارية، يعني بتكون كده طويلة ورقيقة زي ما شايفين، دي من الألعاب المعروفة هنا في الصيف، الأطفال بيحبوا يلعبوا بيها في الصيف. فهذا كان أول يوم في العيد، الصلاة وتعشينا مع بعض والأطفال لعبوا بالهنابي المساء. في ثالث أيام العيد كان عندنا احتفال من نوع آخر، وهو مقابلة عدد من الأصدقاء. كنا اتفقنا قبلها من عدة أيام إنه نتقابل في إحدى الحدائق في طوكيو. الحديقة اللي تقابلنا فيها اسمها حديقة كاسايرينكاي، وهي من الحدائق الكبيرة جدا هنا والمعروفة في طوكيو.
شهر 7 في اليابان معروف إنه من الشهور الحارة جدا، فالجو حار يعني درجة الحرارة تقريبا 33، لكن لأن الرطوبة عالية فالواحد بيحس بها يعني حارة جدا. لكن من حسن حظنا إنه لقينا مكان زي يعني مكان مغطى، فجلسنا فيه ووضعنا فيه أكلنا والحقائق بتاعتنا وكل حاجة، فالحمد لله يعني ده ساعد شوية. وبعد ما تناولنا وجبة الغداء توجهنا لركوب الساقية. طبعا أنا في الحقيقة أنا بخاف جدا من المرتفعات، لكن اليوم دي تشجعت لأنه كلهم كانوا عايزين يركبوا، فخلاص يعني توكلت وركبت معاهم. أنا جربت الساقية دي أول ما جيت اليابان قبل 15 سنة تقريبا، كنت تبت أني حركبها مرة تانية، لكن المرة دي كانت استثناء. المنظر جميل جدا في الحقيقة من الأعلى، ومعالم كثيرة من معالم طوكيو بتظهر بوضوح. لأن الجو كان حار جدا قررنا نمشي ناخذ آيس كريم بعض المثلجات. أولادي بالذات تالية وهادية بحبوا ما يعرف في اليابان بالكاكيغوري، اللي هو دي عبارة عن ثلج
مبروك يعني مبشور أو مبروش، عنده ماكينة خاصة وبيصب عليه نوع من العصير، ممكن يكون فراولة مثلا أو شمام أو بلو هاواي أو المهم يعني نكهات مختلفة. بس دي الطريقة التقليدية يعني في عمل الآيس كريم في اليابان، وعادة دائما في الماتسوري أو في المهرجانات أو في الاحتفالات والحدائق، الأماكن اللي فيها تجمعات ناس كبيرة في الصيف دائما بيقدم الكاكيغوري. فإذا جيتوا اليابان جربوه وإن شاء الله حيعجبكم. وبكذا نصل لختام جولتنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بأجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هنا في اليابان. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصدقائكم، وما تنسوا كمان تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان تصلكم كل الإشعارات للفيديوهات القادمة. لحد هنا أخليكم في أمان الله، خلوا بالكم من أنفسكم، مع السلامة.